مغايا وانت؟ الحمد لله. هذا هنا وين رانا البلاصه كيف يسموها؟ هذا ولاد مغايا شو يسموها؟ وترنا. وترنا دوار وترنا. بصح وين؟ رانا الحين نحوسوا على شيء تاعنا، رانا الحين نحوسوا على شيء تاعنا تاع الشرب. منا كي انا راه ميس تقول تاع الغسيل وكاع من الواد وتاع الواد ما نجموش نشربوه، ولا راني رايح بالك منا على 4 كيلو. خلي الماء نحلو، خلي العين يقول لي راني رايح نجيب شويه تاع ماء الشيء يشربوا دراري على هذه البهايم مساكين. ما عندنا لا ما تاع شراب لا والو. مين يجيب الماء؟ رانا رايحين على مده 4 كيلو متر منا كي وين البلاصه اللي من البارحه من البارحه منا من جهه الثمنيه. راني رايح على هذه البهايم نجيب تاع شراب، والواد اللي نسقوا منه نغسلوا منه الواد، وخطرات من ما يكونش نشربوا من الواد. والسيتيرنا شحال توصلكم هنا؟ السيتيرنا توصلنا 200,000 150,000. هذه تاع الشراب اللي يجيبوها لنا من ما 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 من بلديه رنو سيدي محمد بن علي ولايه غليزان. يجيبوها لنا من الولايه للولايه. رانا نسقوا تسمى نقول تاع الشراب يجيبوها لنا تقريبا 200,000. وصافي هنا ما مجيكم تياوات. ردموا لنا واحد التياوات هنا وراحوا خلاوهم، والله قلت راه ما سالت فيهم. شحال عندهم كيف ردموهم؟ راهم عندهم واحد حوالي 3 شهور ولا 4، والله واحد ما جا من فما ما زادوش يرجعوا كاع. ردموهم وخسروا لنا كاع الطرقان وراحوا خلاوهم. هذا رانا عاد رانا في الشتاء راكم. ورانا في الشتاء نعم نعم. بارك الله فيك والله يحفظك. في الصيف كي تولوا مع الماء يا ودي الصيف لا لا ترقبك الصيف، ولا بنادم يطلب قطره تاع ماء لاخوه يقول له ما عنديش، روح تشرب القايه مثلا تاك كسره وما نعطيكش الماء. الماء رانا في ازمه، رانا في ازمه، رانا في الماء. والماء اللي يطلبوه في الشهر يطلبوه خطره. ولا وانتم هنا الحاج تربوا الحيوانات؟ نربوا الحيوانات نعم، عندنا شويه زواير ونفلحوا غير هي مناطق هكا تاع عروبيه تاع الريف. مناطق الريف لو كان ما تخدمش بذراعك هنا ودير الزرع ودير ها، وخطره تجي الجفاف. الجفاف الله غالب، رانا العانو مناطق الظل هذه احنا دايرين مناطق الظل. بصح رانا مناطق الغبينه والله الرئيس راه دايرنا مناطق الظل، بصح رانا مناطق الغبينه. لماذا ما هوش يوفروا له ذي اللي هذه المسائل اللي يقول لي هنا ما همش يوفروا لنا الهضره اللي راه يقول فيها الرئيس. واش تقول له اذا كان بغيت تقول للمسؤول اش تقول له؟ انا المسؤول اللي نطلب من ربي ومنه يشوف فينا ويخدم منا. يخدم منا ورانا في مناطق الريف، خطره السكان يخافوا يطيحوا علينا، الماء والله ما نسعاوه، هاي يشوفوا فينا هي شويه، احنا ماناش نقولوا لهم ديروا لنا كما الجزائر ولا كما الولايات. مناطق الريف ريف، الريف ريف، ماناش نقولوا له ديرنا كي الجزائر ولا كما وهران، لا، هي وفروا لنا غير نصيب، غير نصيب حقنا. خبر ما تعطونا حقنا تاع الريف، هذا ما كانوا بارك الله فيك. ربي معك. الله يحفظك والله يربحكم ان شاء الله. وراك رابح. خليه يشاور. اقعد بالله نزيد له هذا. يلا يحفظك الصحافي. وراك رابح. ان شاء الله.